السلام عليكم الأصدقاء، بغيت نشارك معكم واحد الموضوع. الصراحة بقى في الحال بزاف، والله العظيم بقى في الحال كتبقى الشمتة هي اللي كتبقى فينا بزاف، ولو تقدر تفي لك ولو غير درهم وتفي لك على طريق الشمتة وتحس براسك بأنك تكلختي ودمدمتي، صراحة كيبقى في الحال بزاف. البلان ما فيها الأصدقاء وهو ماكش باغي نعاود القضية هذه، ولكن كاين واحد الناس غادي بحال غادي ياخذوها باستهزاء، وكاين واحد الناس اللي غادي ياخذوها بجديه لحقاش ما غادي تكون طاريه اليوم هذا المشكل هذا. لحقاش اي واحد تقدر توقع منه يقول لك شي بلان اللي تقدر انت تكون معشيش وغادي يبان لك فشكال. البلان ما فيها الاصدقاء، كان عندي انا اللي كنت كنخدم بهم كان عندي الايفون 11 برو ماكس والايفون 12 برو ماكس، كنخدم بهم. من بعد ملي جا داك 13 ما شريتوش، سنيت حتى جا 14 هذا اللي هو اللي كتصور به نيت لويز. شريت هذا 14 هذا برو ماكس، راه الناس اللي انستغرام راه عرفوا امتى خديتهم، اللي كنت درت لي واحد ستوري. انا التليفونات ما كنبيعهمش نورمالمون، كنبيعهمش كنخليهم صافي كنعطيهم شي حد في المغرب في العائله ولا شي حد. هي هذيك بقيت دابا حاطه هذاك 12 كنت حاطه بحال هكاك. المهدوية تقول لي علاش ما تبيعوش، قلت لها علاش، قالت لي اللهم بيعوا انت حاطه ما نازلينش حنا اصلا المغرب، اللهم بيعوا صافي وخذ فلوسهم. قلت لها صافي انا دابا راه كنهضر معكم الاصدقاء، البوليس غادي يجيو دابا واحد شويه تقريبا واحد ساعه ونص بالضبط غادي يجيو البوليس هنا ان شاء الله، حيت لحقاش هادشي طرا البارح، هادشي اللي كنقول لكم راه طرا البارح. قلت لها صافي حطيه في الفيسبوك ماركت، والله ما حطيته انا لويز، الا حطيته في الفيسبوك ماركت صافي خليتها هي اللي عارفه هذاك الشيء، هي ديجا كتعرف تشري من البلانات ديال الفيسبوك ماركت، خليتها حطات التليفون صوراته المسائل حطاته تما. انا كنت مدهي تخدم شي حوايج، جات عندي قالت لي راه كاين واحد الشيء باغي يشري التليفون، حطيته انا ب 780 باوند. لحقاش انا حطيته غالي شويه، لحقاش هو فيه ستوراج ديالو داك الميموار ديالو طالع بزاف. هي هذيك الاصدقاء قالت لي راه كاين واحد الشاري، قلت لها صافي ماشي مشكل قضي الغرض. انا صافي ما كنت ما كانش على بالي ديك اللعبه غادي نبيع التليفون، اول مره والله الا اول مره غادي نبيع شي تليفون بحال هكا. وشوف سبحان الله العظيم شنو طرا. I've sold mine on there before and I've since been fine. قالت لك الويزرا باعت التليفون ديالها شحال هذا من الفيسبوك ماركت، وكان عادي ما كاين حتى شي حاجه حتى مشكل. اصلا حنا بزاف الحوايج كنشريهم من الفيسبوك ماركت. لهذا الاصدقاء شنو طرا؟ اصل بلاي ستيشن هذاك بلاي ستيشن 5 الاصدقاء كنت شريتو نيت في الفيسبوك ماركت. اشنو طرا؟ قالت لي الويز صافي راه كاين واحد الشريك اللي صافي قضي الغرض، خليتها هي اللي مكلفه. قالت لي عطاك 750، عوض 780، قالت لي عطاك 750، قلت لها صافي خليه عطيه. دازت شويه جات عندي قالت لي غادي يدير لك بنك ترونسفير، يعني غادي يصيفط لي الفلوس على طريق البنك من التليفون عنده المسائل هادشي اللي كيقديو الغرض هنا اغلبيه الناس. انا مع مدهيت لها صافي ماشي مشكل، ما ركزتش في الامور كاع نهائيا، صافي انا صافي عاد بالي ديك اللعبه راه ماشي شي حاجه اللي غادي تكون خايبه. هي هذه قالت لي راه غادي يجي اليوم، قلت لها لا اليوم ما يجيش انا ما مساليش اليوم. قالت لي واش تقول لي؟ قالت لي قول لي غدا على البارح. قالت لي اوكي، صيفطات لي ميساج قالت لي فلان راه ما غاديش يبيع التليفون حتى الغدا، يمكن لك تجي عنده باش تشري من عنده التليفون. هادشي اللي كنديرو حنا كنمشيو عند الناس كيصيفط لك كود هذاك لادريسا ديالو والبوست كود كتمشي عنده حتى للدار. هي هذيك شنو طرا؟ قال لها صافي غدا نجي عنده مع 10 الليل على البارح. قالت لي سولاتني، قلت لها صافي ماشي مشكل انا نبقى سهران، اصلا كنبقى سهران. هي كتنعس مع امينه بكري مع ديك تسعود كتنعس لحقاش من المدرسه. هادشي اللي طرا الاصدقاء. من بعد مع داز واحد شويه تقول لي حنا باقيين ما غادي نكونوا مسالين في الصباح، واش نقول ليه في العشيه يجي؟ قالت لي راه حنا كاينين في الصباح. قال لها غادي نجي عندكم على وحده العشيه، عوض 10 الليل وحده ديال الظهر نجي عندكم. لا صافي مزيان، شديت تليفون خويته نقيته مسحته مزيان، كان باقي نقي مزيان ايفون 12 برو ماكس، نقيته مزيان المسائل كنتسناهم غادي يجيو. حتى الله الا باقا البوشيطه تما، الله الا باقا البوشيطه مخداها الله يسهل. حطيتو ليه تلاها كيتشارج، والله حطيتو عطيتو بالكارطونه ديالو، الكابل ديالو عمرو مستعمل، حيت انا ديجا عندي ايفونات اخرين كنت كنستعملها بالكابليات الاولين، على الكارطونه ديالو باقي جديده، يعني جبتها غير منها التليفون باقي كلشي اللي في الكارطونه باقي. جا هو واحد صاحبو بعد ما الطوموبيل جات بلاصات مع واحد السيده ما خرجاتش معاهم، الشم جا هذا كتصب. شفت انا كنهضر معاه انا على عند الباب ديال الزنقه والشا كتصب عليهم، يعني من الصواب. دابا هذا هو المشكل اللي طحت فيه انايا، من الصواب قلت لهم اجي دخلوا على الشا باش انا نهضر معاهم نقضي معاهم ونوريهم التليفون راه باقي مزيان ما خاصني حتى شي حاجه، ما خاسر ما حتى شي حاجه بحال هكا. انا حيدت من الاي كلود، حيدت من كل شيء، حيت لحقاش كون خليت الاي كلود
كان ما غاديش يطرى ليا هذا الشيء هذا، حيت منه كل شيء كنت غادي نطفي عليه وصافي يمشي. ولكن اش نطرى جا دخل شاف تليفون هو واحد صاحبه لابسين سيرفيطات، وهاد السيرفيطات الناس ديال اليوكاي راه عارفينهم، كيقول لهم واحد السميه الاصدقاء غنقدر نقولها مره واحده وهي تجي بسيس الاصدقاء، راه معروفين هما هنايا، ما عندهم العنوان ما كيكون عندهم، معروفين في اليوكاي خدمتهم هي السرقه، كيشفروا الديور كيدخلوا الديور، ما كيف قلت لكم ما عندهم العنوان ما عندهم حتى حاجه، كل مره كيتحولوا كيسكنوا غير في الكرافانات الاصدقاء، كل مره محولين كل مره غادي للقدس، كيكونوا هذه خدمتهم، خدمتهم بحال الشكل ديال بيكي بلايندرز الاصدقاء اللي الناس المفرجين بيكي بلايندرز، بحال دوك الناس كيكونوا هكا، ما عندهم ولا كيبقاو حياتهم غير في السرقه، يعني عائلتهم ولادهم وكل شيء، والبوليس كيخافوا منهم، هذا هو المشكل، البوليس ما كيقدروش يهضروا معاهم. هي هذه الاصدقاء جاوا دخلوا قلب تليفون المسائل غادي يصيفط لي ترانسفير، عطيتو المعلومات ديال البنك انا اللي دخلتوني في التليفون ديالو، دار داك الناكس غادي يدير كونفيرم على باش تدوز البيمنت الاصدقاء على حسب الفلوس باش تدوز. السيد كيدير التليفون جيبو كيسلت كي وشافوا دابا المشكله، وهو دخلنا للدار شافوا التلفازه شافوا كل شيء هنايا، وهما معروف عليهم الشفره، وانا عندي البيبان انا كل شيء بالجاج، الباب ديالي بالجاج، الراجل ما كيشوفهم كيف دايرين بالجاج، دوري الويز دوري هنا هي هذيك، هز التليفون مشاو خرجوا مشاو طايرين، السيده واقفه طوموبيل منوداها موجداها، دخلوا ما سدوش الباب، السيده وهي تعفى صافي دازت، عندي النمره ديالو انايا كنعيط ليه جاوبني، قال لي لا راه البيمنت راه غادي تدوز لك، وقلت له علاش هربتي؟ قال لي لا راه البيمنت، انا صافي تصدمت ملي كنشوف هذاك المنظر، انا كنحس اصلا براسي كنحس براسي ما صافي بحال تكتفت، يعني كتكون انت كتهضر يعني بعفويه وداك الشيء كتحس براسك داك الشيء طرف واحد الثانيه. مشاو سلتوك العيط ليه كيقول لي لا راه حقا راه البيمنت غادي يدوز لك شويه، مابقاش باغي يجاوب صافي مابقاش باغي يجاوب. مشيت انا خرجت ضرب دوره قبل ما تعيط لويز البوليس، خرجت ضرب دوره شي دار وشي كاينه فيها الكاميرا، بان لي واحد الدار الجيران هنا عندو كاميرا. لويز عيطت للبوليس قال لها البوليس صافي عمرو مع المسائل، المشكل اللي قالوا لها البوليس وهو دابا لا نهضر عليها الاصدقاء كيخلعوا لويز، خلعوها قالوا ليها سدي عليك البيبان ملي هادوك الناس هادوك السميه اللي قلت لكم حيت راه ما خصكش تقولها هنا، قال لها سدي عليك البيبان بقاي حادي راسك وعندك يجيو يدخلوك الدار، يعني هذا البوليس كيقول لها هاد الكلمه هادي. صافي لويز تخلعات ستريسات وراكم عارفين مع الحمل اي حاجه كتيقه اي حاجه كديروا، وهما فعلا الصراحه كيديروا هاد البلانات هادو، ولكن حسينا بالشمشه ديال بصح البوليس دايرين معانا غادي يجيو اليوم باش غادي يمشيو عند السيد ياخذوا داك الفيديو ديال اللي مصور الكاميرا باش ياخذوا الماتريكل، حيت ملي عطيناهم نمره التليفون ديال داك الشخص قالنا هاد النمره هادي ما داخلاش في السيستم عندهم، قالك نورمالمون كيكتبوا نمره التليفون كيطلع شكون مول هاد النمره، يعني النمره ما داخلاش ديال التليفون عند بشي سميه ديال شي حد، بقات لنا غير الماتريكل. انا وليت كنقول انا صافي الا كانت بحال هكا لويز خايف وداك الشيء كنقول على الاقل على الاقل الحمد لله ما داروا حتى شي حاجه، لحقاش انا صافي انا ملي عندي هما في الدار ومعايا المدام حامله وبنتي كانت ناعسه هنايا والله العظيم كانت محطوطه في فهاد الفوطو ناعسه، كنحس براسي انا مكتف ما نقدر ندير والو، جبدوا شي موس ولا جبدوا شي حاجه ما غادي ندير والو، غندير لحقاش بوحدي هما جوج كبار ومعايا المدام حامله ما كاينش اللي غادي يعاونني. صافي قلت لهم اخويا مشات في هذيك المرحله بحال هكا، كيف كنقولوا دات البلا والباس ماشي مشكل، ولكن المشكل هو لويز ما جاهاش نعاس البارح، ما جاهاش نعاس، قالت لي هز هذوك السيوف اللي عندك، عندها واحد السيوفه راه مره تزيق عليه وماضي، راه ماشي ديال بلاني راه ديال بصح والله العظيم راه ماضي ديال بصح اللي كيبانوا لكم ساموراي، عندي ثلاثه هذو اللي هما جوج قالت لي هادو تبيتهم حداك. It's because they asked you questions about your new phone. They've seen our TV. سولوني على التليفون 14 برو ماكس، قال لي واش باغي تبيعو تا هو؟ قلت لهم لا. ناض دابا قالت لي لويز هادوك ما يخطاوكش حطهم حداك، اش دارت؟ على اللي مسكينه راكم عارفين شي الحمل وداك الشيء وخلوها على اميره، شدات الكيسان ديال القهوه حطاتهم في البوالي ديال الباب باش الا شي حد حل الباب هذاك الكاس غادي يطيح، الا دانا من العاز زعما قالت لي دانا من العاز الكاس غادي يطيح، ودرنا فيهم العواشق باش زعميره طاح غادي تشد داك الشيء وغادي نسمعوا الصداع نوض انا وداك الشيء، ولكن الصراحه كيبقى الله هو اللي حافظ في هذه الامور هذه، لحقاش ملي كتشوف راسك معاك ما كاينش العوين والله سبحانه وتعالى، ولكن ملي كنشوف راسي انا الراجل اللي كاين في الدار صعيبه القضيه بحال هكا باش غادي نحامي على بنتي وعلى مرتي حامله، ولا جاوك غير واحد ثلاثه راه كان هنا راه ما غادي تقدر دير حتى شي حاجه نقدر دير والو، لهذا قلنا زعما هذوك السيوف ماشي مشكل، هو الشيء ما كنصحش به انا الامور ديال الاصدقاء،
ولكن هاد السيوف انا عندي حاطهم انا في الدارك وما عارفينهم. عندي ثلاثه ساموراي ماضين، ملي كنقول لكم ماضين راه ماضين ماضين، راه شي ورقه الا كانت هنا غنولاك عاد كديرها كتمشي. لهذا ما بغيناش نوصلوا حنا لك الامور. دابا البوليس غادي نشوفهم غادي يجيو وغادي نقول لهم انا صافي، ما نبغيش انا شي مشاكل اللي بقاو حاقدين غير حيت هما حاقودين. الناس ديال اليوكي راه عارفينهم، الناس ديال بريطانيا راه عارفين هاد الناس هادو اللي قلت لكم عليهم اللي السميه ديالهم جيبسي، واخا ما خصنيش نقول الكلمه هذه. المهم الشمته هي كنبقى فيك غير الحال على ديك الشمته اللي طرات لك، انك تكون انت دخلتيهم للدار عندك وما بغيتيش تخليهم في هذيك الشقه وبحال هكا يعني تعاملت مع واحد المعامله. هنا فكرت وقالت لي تجدات لويز، قالت لي راه كاينين الناس راه ماشي بحالك كيف كيفكروا بحالك، راه كاينين الناس كيفكروا بطريقه اخرى. الا انت كنت كتفكر بواحد الطريقه زوينه وهضرتي معاهم زوين راه ما يحسبش لك راسك. ونيت هذه الفكره اللي كانت عندي انا، كنت كنقول انهم تما كيفكروا نفس الفكره اللي كنفكر فيها انا، ماشي الا كنت نضيف ناس وغادي نكون معاهم زوين راه تما غادي يكونوا معايا زوين. مي ما كايناش القضيه هذه. الواحد اللي انا بغيت نقول لكم هذه القضيه هذه، واحد رد البال راسو الا كان غادي يبيع شي حاجه يبيعها اون بيبليك الاصدقاء شي كافيه ولا شي حاجه بحال هكا. ومن الاحسن من الاحسن الفلوس يكونوا كاش، يعطيك الكاش راه سيرويس قال يعطيك فلوس كاش يعني في يدك، ما كاين لا بنك لا مولاي حزانو، شدهم قول لي هاك الامانه سير بحالك صافي. هادشي اللي كاين دازت الامور بحال هكا الدار باقي ما عارفيناش والله العظيم. ما قلت لهم والو، ما بغيتش نخلع البارح الليل ما نعسوش انا البارح والله لحقاش، بقيت على قبل المدام ستريسي وكتبكي ومخلوعه خايفه ديال بصح صافي نبقاو فايقين. يعني هادي الاصدقاء دابا دازت تجربه ومنها كنتعلموا، الاخطاء ديالنا كنتعلموا منها. هادشي اللي كاين الخوت، كنتمنى الواحد يستافد من هذا البلان هذا. كنظن بزاف الناس طراو لهم بحال هكا، وبزاف الناس اللي ما طرا لهم والو الله يحفظهم عمرهم طرا لهم شي حاجه خايبه بحال هكا، ولكن معظم منهم غادي يستهزوا. ولكن هادشي كيبقى اخطاء، اخطاء كنتعلموا منها الاصدقاء. والحمد لله داز غير التليفون ماشي مشكل، كان تقريبا حطيته بهذاك الثمن ديال الواحد 9000 درهم وشي حاجه. مي الغالب الله الحمد لله على كل حال. هادشي اللي كاين اصدقاء، شكرا لكم بزاف، نشوفكم في فيديو اخر.